طيب تعالوا بقى نبتدي مع حضراتكم سلسله اخبارنا اللي احنا جاهزين لحضراتكم بيها في حلقتنا النهارده، وهنبتدي معاكم بخبر متعلق بحدث مهم جدا حصل امبارح، وطبعا احنا كنا نوهنا عنه قبل كده مع كل حضراتكم، وهو تسلم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جائزه نادي القرن في افريقيا والنادي الاكثر تتويجا في منطقه الشرق الاوسط من مؤسسه جلوب سوكر في الاحتفال الكبير اللي اقيم في دبي، طبعا بحضور قيادات مجلس دبي للرياضه وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، بالاضافه لنجوم كره القدم العالمية، وطبعا كان في مقدمتهم كريستيانو رونالدو. خلال تسلمه للجائزة وجه رئيس النادي الأهلي الشكر إلى مجلس دبي وأيضا إلى مبادرة الشيخ محمد بن راشد واهتمامه بالكرة في المنطقة العربية كله، وأكد أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في هذا الحفل كممثل للكرة الإفريقية والعربية يعد شرف كبير. هو حقيقي شرف كبير جدا، وفكرة هنا ان احنا الحمد لله بننتمي لنادي، والنادي اللي احنا بنشجعه بننتمي ليه، وزي ما قلنا هذا الكيان هو مفيش تقريبا الا في مناسبة بنتشرف فيها بقالنا انا وكريم، كريم انا وانت بقالنا اول ما ابتدينا تقريبا يعني هو على ومن قبل ما نبتدي احنا الحمد لله رب العالمين بننتمي لكيان ناجح، الكيان الناجح هو ده اللي بيحقق البطولات، هو ده اللي بيجيب لك الشرف، هو ده اللي بيجيب لك السعادة، هو ده اللي كان بينيمنا مبسوطين لما كنا بنفوز في الماتشات، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. وكمان عايز اقول لحضراتكم كابتن محمود الخطيب قال ان النادي الاهلي بيحاول دايما ان هو يكون سفير للكره العربيه والافريقيه ده في كل المحافل الدوليه، وكمان القيام بانجازات بتضاهي الكره العالميه، واكد رئيس النادي ايضا ان التتويج ده بالجائزه تكريم بيزيد من مسؤوليه النادي الاهلي لبذل المزيد من الجهد من كافه المنتسبين في النادي لتقديم الافضل على الصعيدين الاقليمي والعالمي، وكمان تمثيل الكرة الأفريقية والعربية بالشكل الأمثل. قال كمان مؤسسة جلوب سوكر زي ما احنا عارفين طبعا كانت طرحت استفتاء منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، على أن يكون طبعا قرار اختيار الأفضل ده بنسبة 60% راجع للجنة الخبراء اللي شكلتها المؤسسة، و40% راجع للقرار ده لرأي الجمهور. حسم طبعا رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط. مين اللي بيقول إحنا؟ لا مش إحنا اللي بنقول، الواقع هو اللي بيقول، فمبروك علينا حقيقي جميعا. الاحتفالية الحقيقة كانت شيك جدا وكانت مبهجة جدا، وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعني وجه من خلالها الشكر إلى كل القائمين على احتفالية جلوب سوكر، وعبر عن اعتزاز النادي الأهلي بالتواجد في هذه المناسبة اللي بتقيمها المؤسسة. كمان وضح كابتن محمود الخطيب أن الفترة الأخيرة كانت مميزة جدا للنادي الأهلي بعد حصوله على أكثر من بطولة، خصوصا طبعا دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وهو ما يترجم طموحات النادي الساعي دائما نحو المنافسة للفوز بكل البطولات. كمان وجه الشكر إلى منظومة العمل داخل النادي الأهلي بالكامل، وأكد أن الإخلاص في العمل والاجتهاد كان هم اللي وراء تحقيق هذه النجاحات المتتالية. كان في كذا تصريح برضو الكابتن الخطيب، يعني مثلا كان التصريح اتكلم فيه عن حاجات كتير خاصه بالنادي الاهلي، فكره هنا ان الفتره الماضيه شهدت تحديات عديده زي ما كلنا كنا اكيد بنتابع، فكره تغيير الجهاز الفني في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا، وهي اللي كانت فتره صعبه على الكل يعني على العالم كله حقيقي. وقال ان السويسري هنا لما ذكر كمان ريني فايلر تحديدا، قال ان السويسري ريني فايلر المدير الفني السابق لفريق الكره عمل بشكل جيد، لكن ظروف فيروس كورونا وحاجته الى التواجد بجانب عائلته جعلت استمراره صعب، وكان الاهلي جاهز بالبديل المناسب وهو باتسو موسيماني اللي بيمتلك خبرات كبيره في قاره افريقيا ولديه جهاز فني مستقر، وكانت خطوه موفقه تكللت بالفوز باكثر من بطوله. اضاف كمان كابتن محمود الخطيب قال ان مجلس اداره النادي بيعمل باحترافيه شديده من اجل تحقيق طموحات الجماهير، خاصه ان التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا جاء على حساب منافس كبير وهو نادي الزمالك. وقال كمان ان مباراة نهاية افريقيا بين الاهلي والزمالك جاءت بشكل بيليق بمكانة الناديين في القارة، ونجح الاهلي في التتويج بها. كمان كابتن محمود الخطيب اتكلم عن كاس العالم للانديه، ودي نقطه مهمه جدا، واكد ان هي طبعا بطوله كبيره وان الاهلي بيستعد ليها بشكل جيد من اجل التواجد على منصه التتويج، وقال ان الفتره اللي فاتت شهدت ضغوط كبيره جدا على الجهاز الفني وعلى كل اللاعبين اكيد في ظل جائحه كورونا، وبالرغم من كده هناك دائما ثقه كبيره في قدرات الجميع على تخطي هذه الصعاب وتحقيق الانجازات من اجل اسعاد الجماهير.
خليني أقول لحضراتكم برضو كابتن الخطيب يعني لفت نظر ناس كتيرة جدا لما اتكلم عن محمد صلاح. هو أشاد بالمستوى الرائع اللي بيقدمه المحترف المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي. قال كده تحديدا إن هو لاعب كبير بيملك موهبة مميزة وعليه أن يستغلها بالشكل الأمثل ويواصل العمل كمان باجتهاد وتركيز داخل الملعب فقط ليحقق ما يطمح إليه خلال الفترة المقبلة.